إنها أكثر لوحات شهرة في العالم والأعلى سعراً والأكثر غموضاً. يأتي ملايين الزوار سنوياً لمشاهدة الرسمة في متحف اللوفر. منذ قرون تعتبر الموناليزا التحفة الألمع بين الأعمال الفنية، وبسبب محاولة بعض المتطرفين تمزيق اللوحة باتت تعرض اليوم من وراء زجاج مصفح. لكن ما الذي يجعل الموناليزا مميزة للغاية؟ فلوحة صغيرة لا تظهر سوى وجه امرأة، أم أنها يا ترى تكشف عن أكثر من ذلك؟ رسمت هذه اللوحة بيد أحد أعظم العباقرة على مر العصور، ليوناردو دافنشي، وبرسمه هذا ترك وراءه أكثر من مجرد تصوير لامرأة. تبدو نظرتها هائمة، لكن بالرغم من ذلك تقابل نظر المتفرج دائما. لا تتزين بمجوهرات، وملابسها داكنة اللون، كما لو أنها في حداد، ومع ذلك فهي تبتسم بطريقة غامضة. لم يترك ليوناردو أي رسمات إعدادية للوحة، وهي لا تحتوي على أي ضربة فرشاة مرئية، وتبدو الموناليزا غاية في الواقعية، كما لو أنها من لحم ودم. لكن لغزها الأصعب باق، ألا وهو من تكون؟ من هي تلك المرأة التي رسمها ليوناردو؟ لحل هذه الأحجية وضع متحف اللوفر لوحته الأكثر شهرة قيد التمحيص العلمي، حيث استخدمت أكثر التقنيات حداثة. تم فحص اللوحة باستخدام الأشعة السينية وتقنية أطياف رامان والتصوير بالضوء وبالأشعة تحت الحمراء وتقنيات أخرى لكشف خباياها. تم فحص تقنية التلوين المدروسة بدقة. هل أجريت تصحيحات على اللوحة؟ هل لون الرسام اللوحة عدة مرات؟ هل قام ليوناردو برسم القطعة الفنية خلال جلسة واحدة أم عمل عليها لعقود من الزمن؟ كان لابد من الإجابة عن هذه الأسئلة لحل لغز شبه مستحيل، أي من هي تلك المرأة ذات الوجه الباسم والحزين في آن معاً؟ من هي التي وقفت أمام ليوناردو ليرسمها؟ أم أن موناليزا صورة متخيلة لجمال مثالي أكثر منه رسماً لوجه امرأة؟ الخبراء يبحثون عن إجابات منذ قرون، يبدو أن هناك أدلة تتيح تفسيرين فقط، لكن كلاهما يلغي الآخر. يأتي التوثيق من كاتبي سيرة معاصرين مختلفين، لكن ما دونه لا يتطابق مع بعضه البعض. تستند النظرية الأكثر قبولاً إلى كاتب السيرة جورجيو فازاري، فوفقاً له في الرسمة ليزا ديل جيوكوندو زوجة تاجر الحرير الفلورنسي فرانسيسكو ديل جيوكوندو الذي كلف ليوناردو برسم اللوحة عام 1503. هذا يتناقض مع ملاحظة كاتب السيرة أنطونيو دي بياتس من عام 1517، والتي يروي فيها ليوناردو دافنشي أنه تم تكليفه من قبل جوليانو دي ميديتشي. تماماً مثل كاتبي السيرة هذين، تتباين نظريات الباحثين المعاصرين في سيرة ليوناردو. يعتقد جوزيبي بالانتي مؤرخ الحضارات من فلورنسا أن النظرية المعترف بها رسمياً هي أن اللوحة تصور ليزا ديل جيوكوندو.
في الواقع أعتقد أن ليوناردو رسم ليزا جيرارديني زوجة فرانسيسكو ديل جيوكوندو السابقة ربما في عام 1503. طرح المؤرخ روبرتو زاباري نظرية جديدة ومغايرة تماماً تقول بأن المرأة المرسومة شخص مختلف تماماً عما زعم. أعتقد أن اللوحة ترتبط ببرانداني ولا علاقة لها إطلاقاً بالموناليزا. الدليل الأول يقودنا إلى فلورنسا حيث عاش وعمل معظم فناني عصر النهضة وكذلك ليوناردو دافنشي. عمل جورجيو فازاري أيضاً في فلورنسا وقام بتدوين السير الذاتية للعديد من الفنانين الإيطاليين، إضافة إلى عمله مهندساً معمارياً. دون فازاري سيراً ذاتية لفنانين إيطاليين عظماء، وهذه تشكل اليوم واحدة من أهم مراجع تاريخ الفن. تم نشر كتاب حياة أفضل الرسامين والنحاتين والمهندسين المعماريين، صدر لأول مرة عام 1550 وفي طبعة ثانية منقحة عام 1568. توجد اليوم المخطوطات الأصلية في مكتبة أوفيزي. معظم الفنانين الذين أرخ فازاري حياتهم كانوا قد ماتوا بالفعل في تلك الفترة، لكن فازاري بحث بعناية فائقة. كذلك الأمر مع ليوناردو دافنشي، وفي بضع صفحات فقط كتب فازاري قصة حياته كلها. فيها يذكر أيضاً أن ليوناردو رسم صورة الموناليزا لزوجها فرانشيسكو ديل جيوكوندو، وهي في حوزة ملك فرنسا فرانسيس الأول. لقد عمل عليها 4 سنوات، لكنه في النهاية تركها غير مكتملة. هذه السطور أعطت اللوحة اسمها موناليزا. من كانت موناليزا هذه التي كتب عنها فازاري؟ ومن كان زوجها فرانشيسكو ديل جيوكوندو؟ كان فرانشيسكو تاجر حرير يملك ثروة، لكنه لم يكن ينتمي إلى النخبة في فلورنسا. كان رجل أعمال حديث الغنى. هل كان من الممكن حقاً أن يقبل رسام مشهور مثل ليوناردو تكليفاً من رجل أعمال عادي؟ أم هل ارتقى فرانشيسكو ديل جيوكوندو وزوجته إلى أعلى مصافي المجتمع؟ كان فرانشيسكو ديل جيوكوندو معروفاً في المدينة، حيث لم يكن مجرد تاجر عادي، بل أيضاً شخصية عامة وجذابة. كانت ليزا يافعة جدا. فازاري وصفها بأنها جميلة جدا أيضا، كما أشاد زوجها بها. يشير فرانشيسكو في وصيته إلى أنها امرأة حسنة النية، وهذا وصف غير عادي لامرأة. لم أجد وصفا مماثلا في أي وصية أخرى. يمكن أن تعني المرأة حسنة النية ما يلي: امرأة نبيلة ذات مبادئ عالية تعمل بجد ولها شخصية مرموقة. كانت ليزا ديل جيوكوندو زوجة فرانشيسكو الثالثة. ربما تكون ولادة طفلهما الثاني والانتقال إلى منزل جديد مناسبة لتكليف الرسام برسم اللوحة، ولكن حتى ذلك الحين
كان ليوناردو يرسم الرجال والنساء من النبلاء فقط، أي من يثيرون اهتمامه عادة. نجم مثله كان يختار من يرسمهم، فلما عساه رسم ليزا ديل جيوكوندو. عاد ليوناردو من ميلانو إلى فلورنسا بحدود عام 1500. كان يبلغ من العمر 48 عاماً، وكان مضطرباً بلا عائلة، وليس لديه أي تكليفات كبيرة تلح في الأفق. عندما قدم ليوناردو إلى فلورنسا، لم يكن لديه تكليفات بإنجاز أي عمل، ونحن نعرف أن رسم اللوحات الشخصية كان مصدر رزق الرسامين. هذا يعني أن طلبات الرسم هذه كانت أهون الأعمال ولكن بأعلى الأجور، لذلك من الممكن أن يكون فرانشيسكو ديل جيوكوندو قد كلف ليوناردو برسم زوجته. لكن هناك دليل ينقض هذه النظرية. السجل التجاري لعائلة جيوكوندو موجود في أرشيف معهد إينوشنتي في فلورنسا، وهو أساس تقرير الضرائب. كان لدى فلورنسا نظام ضريبي متقدم للغاية، يشمل سجلاً مالياً يوثق به ما كان على مواطنيها التصريح به من دخل وإنفاق في التجارة. في هذا السجل التجاري تم تسجيل جميع حركات الأموال والأصول بدقة. يذكر فازاري أن ليوناردو حصل على التكليف عام 1503، لذلك لا بد من أن يسجل رقم لوحة باهظة الثمن. لكن في عام 1503 لم يكن هناك مرجع بذلك، ليس هناك أي شيء مسجل يتعلق بتكليف لليوناردو في كل سجل تجاري. يمكنك أن تتخيل مدى بحث المدن عن أدلة على تكليف أو دفع. لا يوجد ذكر لهذه اللوحة حتى في الوصية. أعتقد أن فرانشيسكو كان سيسجلها بالتأكيد، لأنها كانت لوحة ذات قيمة عالية. لا شيء من هذا منطقي. كان فرانشيسكو على الأرجح سيعرض لوحة الرسام الشهير علناً، وما كان ليخاطر باتهامه بالتهرب الضريبي. في سجلات ليوناردو لا يوجد أي أثر لتكليف من قبل فرانشيسكو، ولا أي دليل على دفع بدل أتعاب. وصية فرانشيسكو محفوظة في أرشيف الدولة في فلورنسا. هنا أيضاً لم يرد أي ذكر للأعمال الفنية القيمة للمعلم العظيم، على ما يبدو أن ليوناردو لم يسلم اللوحة لفرانشيسكو أبداً. يكتب فازاري عن لوحة غير مكتملة، بينما لوحة الموناليزا الموجودة في متحف اللوفر مكتملة حتى آخر تفصيل. نعم بالتأكيد، قبل ليوناردو التكليف في وقت لم يكن لديه عمل فيه. قدم التاجر الذي أراد لوحة لزوجته فوافق ليوناردو ببساطة، ثم رسم الرأس فقط، ثم توقف عن العمل على اللوحة لحصوله على تكليفات أخرى، فترك اللوحة غير مكتملة ولم يسلمها للتاجر أبداً، ولا حتى رسمة الرأس. لا توجد آثار لهذه اللوحة في فلورنسا، لكن آثار التاجر وزوجته كان لابد وأن تكون موجودة في مكان ما في الأرشيف، في الوثائق أو الوصايا. ومع ذلك فإن هذه اللوحة التي رسمها ليوناردو لا تذكر في أي مكان. لو أنه أنهى اللوحة وسلمها لكان هناك سجل على الأقل لدى العائلة، لأن لوحة فنان مشهور مثل ليوناردو
كانت سلعة ثمينة للغاية، لقد اختفت، نحن لا نعرف شيئا عنها على الإطلاق. هل ضاعت حقا؟ هل فقدت لوحة الموناليزا التي وصفها فازاري؟ وهل اللوحة الموجودة في متحف اللوفر لوحة مختلفة عنها؟ يبدو أن أشياء كثيرة تخص ليوناردو غير قابلة للتفسير اليوم. قلة من الفنانين أشعلوا خيال الناس كما فعل هو. من أسباب ذلك أنه بدأ برسم العديد من اللوحات ولكنه لم يكملها كلوحة القديس جيروم. ومع ذلك تعد هذه الأعمال من أشهر الأعمال الفنية على مر التاريخ، كما هي الحال مع لوحة صلاة المجوس، فغالباً ما كان ليوناردو يفقد الاهتمام بلوحاته بعد أن يحل تحديات التشكيل والتكوين، حيث كان يمل كثيراً من أعمال إنهاء الرسم. هكذا كان الحال أيضاً مع اللوحة الجدارية لقاعة مجلس قصر فيكيو، المفترض أن تكون من أهم أعماله التي تقاضى أجر رسمها من حكومة المدينة، حيث اختار معركة إنجياري لتكون موضوعها الرئيسي. تلقى ليوناردو التكليف في عام 1503، وهي نفس الفترة الزمنية التي عمل فيها على رسم لوحة ليزا ديل جيوكوندو. ولأنه كان مضطرباً، ترك ليوناردو أكبر مشروع رسم كلفته به فلورنسا غير مكتمل. فلماذا لا يكون قد تعامل بشكل مشابه مع الموناليزا وتركها ثم أكملها لاحقاً؟ من المحتمل جداً أن يكون ليوناردو قد وضع اللوحة جانباً، لم يكمل رسمها ولم يسلمها، وعلى الأرجح أنه أكملها في وقت لاحق. لذا أعتقد أن هذه النظرية، حيث بدأ العمل على اللوحة عام 1503 وأكمل رسمها لاحقا، هي الأقرب للمنطق، وهذا ما أؤمن به شخصيا. متى أنهى ليوناردو رسم لوحة الموناليزا؟ ربما فعل ذلك في سن الشيخوخة وبعد وقت طويل من بدئه برسمها. إذن لا شك أن ليوناردو ظل يحمل هذه اللوحة معه طوال حياته. لو كان هناك فترة زمنية بين بدء الرسم وإكماله لكنا استطعنا تحديدها باستخدام أساليبنا الحديثة. مجدداً أعيد فحص لوحة الموناليزا بأحدث الوسائل. أظهرت النتائج أن الألوان طوليت دون انقطاع كبير، وباستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء تم البحث عن مواضع التصحيحات أو الإضافات، لكن العبقري ليوناردو بالكاد أجرى تصحيحاً واحداً من أول ضربة فرشاة حتى إكمال اللوحة. أجرى ليوناردو تغييراً وحيداً، وذلك على يد الموناليزا اليسرى، حيث صحح وضع إصبعيها. وبصرف النظر عن ذلك، تم رسم لوحة في جلسة واحدة، وهذا إنجاز لا يصدق للرسام الماهر. وفقاً لمؤرخ الفن ألكسندر بيريغ، فإن هذه الاكتشافات تضعف الفرضيات السابقة حول الموناليزا. تؤكد مجمل الدراسة سخافة ما يطرح بخصوص لوحة اللوفر أو لوحة اللوفر التي تصور الموناليزا. ثبت أن عملية الرسم كانت متواصلة إلى حد ما. زعم أنه رسمها في فترتين زمنيتين منفصلتين تماماً، ولكن هذا يمكن نفيه بوضوح
باستخدام أساليب اليوم والأدوات الحديثة. ولو كان الأمر صحيحاً لكنا أمام مشهد جديد، لكن فازاري لم يذكر شيئاً من هذا على الإطلاق. يخطئ كاتب السيرة العظيم في جانب آخر أيضاً. في وصف الموناليزا كتب: الرموش مرسومة بإتقان وتأن عظيمين، الحاجبان واضحان تماماً، ويمكن مشاهدة منابت شعرهما يتسعان ويضيقان ويتقوسان، فيبدوان طبيعيين إلى أبعد حد. لكن الموناليزا المعلقة في متحف اللوفر اليوم ليس لها رموش ولا حواجب، ولا يمكن رؤيتها حتى باستخدام تصوير النحت النافر. إذن لم يرى فازاري أحد أبرز الشهود على نظرية الموناليزا اللوحة بنفسه. ليس لدى فازاري أي مصادر مكتوبة، وقد استند إلى سيرة تم تداولها شفوياً في فلورنسا، فكتب على أساسها سيرة حياة. هذا يعني أنه كتب جزءاً من تاريخ لوحة جيوكوندا الموناليزا. بناء على هذه الروايات الشفوية التي انتقلت من شخص لآخر، هو نفسه لم يرى اللوحة قط، وصفه جاء من بنات أفكاره ليس إلا. ولكن ما هو مصدر اللوحة الموجودة في متحف اللوفر؟ هل هناك لوحتان إحداهما فقدت؟ هذه الفكرة الجديدة تأخذنا إلى مدينة أومبواز في لوار فرنسا، حيث توفي ليوناردو في عام 1519 عن عمر يناهز 67 عاماً. الكنيسة الصغيرة التي دفن فيها تقع بجوار قصر الملك مباشرة. جاء ليوناردو إلى أومبواز بدعوة من الملك الفرنسي فرانسيس الأول. في ذلك الوقت كان الرسام العبقري قد تبوأ مكانة مرموقة. عاش ليوناردو في قصر صغير يدعى كلو لوسيه بجوار قصر الملك. وقع حادث في هذا القصر الفرنسي الصغير دفع بالبحوث حول الموناليزا لأن تأخذ منحاً جديداً ومختلفاً تماماً. أحضر ليوناردو ثلاث لوحات معه إلى هذا القصر، تلك التي يشار إليها اليوم باسم الموناليزا، ولوحة القديس يوحنا المعمدان، ولوحة القديسة آن. مكث في قصر كلولوسي حيث كان لديه أيضاً المرسم الخاص به. شهد المؤرخ أنطونيو دي بياتس زيارة الكاردينال لودفيك فون أراغون لليوناردو في كلولوسي في العاشر من أكتوبر 1517. وقد وصف اللوحات الثلاث التي رآها في منزل الرسام الماهر المسن كاتباً: إحدى اللوحات كانت لسيدة فلورنسية معينة تم رسمها في حياتها بناء على رغبة زوجها الموقر جوليانو دي ميديتشي بتكريمها، وأخرى للقديس يوحنا المعمدان الشاب، والثالثة للعذراء مع طفلها يجلسان في حضن القديسة آن، والأخيرة كانت الأكثر مثالية بينها جميعاً. واليوم توجد لوحة القديسة آن مع مريم العذراء والطفل يسوع في حضنها في متحف اللوفر. وكذلك الرسم الذي وصفه أنطونيو دي بياتس للقديس يوحنا المعمدان. هل اللوحة التي رسمت لجوليانو دي ميديشي موجودة أيضاً في متحف اللوفر؟ هل هي الموناليزا؟ كلف ميديتشي ليوناردو في روما برسم اللوحة،
حيث كان لميديتشي علاقة غرامية بامرأة من أوربينو هي باشيفيكا برانداني. ظهر اسم جديد وهو اسم ميديتشي. العائلة الحاكمة في فلورنسا يرتبط هذا الاسم بشكل كبير بفترة عصر النهضة. كان أفراد هذه العائلة أغنياء بلا ضمير مهووسين بالسلطة ومحبين للفنون. جوليانو دي ميديتشي كان أحد أخوين عاشا خلال فترة ليوناردو دافنشي. كان جوليانو زير نساء ومبذراً ويتمتع بشخصية جذابة وله اسم عريق وشقيق متنفذ. عاش شقيقه في روما، كان اسمه جوفاني دي ميديتشي وكان طموحاً، فأصبح كاردينالاً ومن ثم الحبر الأعظم. بصفته البابا ليو العاشر دخل التاريخ باعتباره محباً حساساً للفنون وكذلك سياسياً بلا قلب. عزز سلطة رجال الدين وتأثيرهم على المدن الإيطالية التي كانت تتقاتل، ولكنه كان يميل أيضاً للأشياء الجميلة في الحياة. وصل جوليانو شقيقه المبذر إلى أوربينو حيث نزل ضيفاً في قصر دوكالي، وهنا كان لديه العديد من الغرف المعروفة باسم حجرات البديع. كان جوليانو شاعراً، رباه والده لورينزو الذي كان أديباً عظيماً على حب الأدب. كان يكتب الشعر ويهتم بالنساء، ولم يكن لديه أدنى اهتمام بالسياسة. كان ليوني شقيقه سياسياً عظيماً بعكسه تماماً، هو أخطأ حقاً في كل شيء، إلا أن شغفه بالسياسة كان قوياً. كان يحب الصيد كثيراً وكذلك السياسة. اعتنى جوفاني دي ميديتشي أي البابا ليو العاشر بأخيه جوليانو طوال حياته ومول نمط حياته المسرف. كان لجوليانو علاقات عاطفية كثيرة، لكن إحدى هذه العلاقات العابرة كان لها عواقب جدية. أوربينو في منطقة ماركن يلوح في أفق المدينة قصر دوكالي. هنا وقعت مأساة جوليانو دي ميديتشي التي أدت إلى وجود الموناليزا. أهم مصدر هو مستند موجود في مكتبة جامعة أوربينو. هذه الوثيقة هي صفحة في سجل اللقطاء. تم العثور على بعض المعلومات المتعلقة بالمعني إيبوليتو دي ميديتشي في مكتبة جامعة أوربينو. أصبح إيبوليتو كاردينالاً، لكن تم تسميمه وهو في سن 24، وكان قد ولد لقيطاً. فكيف اكتسب اسم عائلة ميديتشي؟ ومن كان والداه؟ هنا
هناك وثائق بخصوص ولادته وكيف أصبح يتيما، ومن ثم كيف نسب إلى عائلة ميديتشي. يظهر اسم والدته أيضا، باتشيفيكا برانداني، وهي شابة من أوربينو. لا يعرف الكثير عن باتشيفيكا برانداني التي زارت قصر دوكالي بدعوة من جوليانو دي ميديتشي. ليس واضحاً ما إذا كانت هي من عرض عليه خدمات المعاشرة، أم هو من أغواها، أو ربما اغتصبها كما هو موثق في أحد المستندات. على أي حال، أمضت باتشيفيكا ليلة حمراء مع جوليانو. وعلى الأرجح دون رغبتها، فكيف كان لها أن تعرض المتنفذ الثري؟ أصيبت بتأنيب ضمير بعد العلاقة العابرة بجوليانو. تذكر بعض المصادر أنها كانت متزوجة آنذاك. واجهت باتشيفيكا أزمة تفاقمت عندما اكتشفت أنها حامل. طفل خارج إطار الزواج ناتج عن علاقة قصيرة في قصر أوربينو. عند ذاك حاكت خطة مروعة. أفضت بسرها لصديقتها التي كانت تعمل قابلة، وقالت لها إنها لا تريد الطفل وإنها لا تستطيع تحمل العار، وطلبت منها أن تقتل المولودة في حال توفيت برانداني أثناء الولادة. توفيت برانداني بالفعل أثناء الولادة، لكن القابلة لم تقتل المولود. في 19 من أبريل عام 1511، في الليلة التي سبقت عيد الفصح، وضعت الطفل أمام كنيسة سانتا تشيارا في أوربينو. كان الطفل الملفوف بملاءة بيضاء ابن جوليانو، علقت قطعة نقدية على ملابسه إشارة لأصوله، وفي غياب وريث شرعي له، اعترف جوليانو دي ميديتشي به ابنا وأسمه إيبوليتو. غادر جوليانو أوربينو مع ابنه إيبوليتو وانتقل إلى أخيه البابا في روما. وقد كان ليوناردو دافنشي يقيم آنذاك في إحدى غرف الفاتيكان، حيث كان يعمل لدى عائلة ميديتشي. لكن تكليفات البابا كانت قليلة، ويبدو أن جوليانو كلفه بالرسم هنا حسب ما ذكر ليوناردو في كلو لوسيه، حيث كان على ليوناردو أن يرسم لوحة تواسي الطفل إيبوليتو. قال لي ليوناردو: أرسم لي صورة لأم يمكنني أن أقدمها لابني هدية، كصورة لأمه، أرسمها كما تتخيلها وكما يجب أن تبدو صورة الأم. وهكذا رسم ليوناردو اللوحة التي نسميها اليوم الموناليزا. لابد وأن رسم صورة لوالدة إيبوليتو كان تحدياً كبيراً لليوناردو، فقد عانى بنفسه مصيراً مشابهاً لمصير إيبوليتو.
كان ليوناردو أيضاً طفلاً غير شرعي اعترف به والده. لم تمت أمه أثناء الولادة، كانت خادمة والده، وربما استغل اعتمادها عليه ومارس معها الجنس كما فعل جوليانو مع عاشقته باتشيفيكا برانداني. المصير المتشابه بين إيبوليتو وليوناردو ألهم الأخيرة لرسم لوحة تحافظ على ذكرى الأم، لوحة تواسي إيبوليتو اليافع الذي لم يرى أمه قط. مما لا شك فيه أنه رسم أماً. لقد جاء بالصورة من بنات أفكاره. لم يكن ليوناردو بحاجة إلى نموذج، فقد كان هو طفلاً غير شرعي، وكان قادراً على فهم أحاسيس هذا الطفل. لابد أن جوليانو دي ميديتشي قد عرف هذا، لأنه كان صديق ليوناردو. رجع ليوناردو بذاكرته إلى طفولته. ولد عام 1452 في مزرعة. المنزل الذي ولد فيه لا يزال موجوداً اليوم. يقع في وسط كرم زيتون بالقرب من قرية فينشي التوسكانية الصغيرة. والرسام الماهر اكتسب اسمه من القرية الإيطالية الصغيرة. توجد كنيسة بها ومغطس تعميد في وسط البلدة. هنا عمد ليوناردو. ثمة لوح يذكر بأن ليوناردو الطفل غير الشرعي اعترف به والده بييرو دافنشي. لطالما كان السؤال محيراً، لماذا رسم ليوناردو زوجة تاجر حرير ترتدي ملابس داكنة؟ تاجر الحرير يكون عادة فخوراً بأقمشته الملونة، لكن ملابس الموناليزا تشير إلى الحداد والحزن. إن رسم ليوناردو صورة امرأة متوفاة، فإن الألوان الداكنة تبدو منطقية، كما يمكن تفسير ابتسامتها لأنها موجهة إلى طفلها. توفي جوليانو دي ميديتشي قبل اكتمال اللوحة. أخذها ليوناردو معه إلى فرنسا، حيث شاهدها أنطونيو دي بياتس وذكرها في تقريره عن رحلته. اللوحة الموجودة في متحف اللوفر ليست مطابقة للصورة التي رسمها ليوناردو للموناليزا. الموناليزا الحقيقية، أي ليزا ديل جيوكوندو، زوجة تاجر الحرير. لكن أين لوحة ليزا ديل جيوكوندو كما وصفها فازاري؟ هناك دليل يقودنا إلى جان جياكومو كاباروتي المدعو سالاي، الذي يقال إنه كان على علاقة بالرسام الماهر. كان سالاي رذيلاً، لكن ليوناردو كان يوده على أي حال. رافق المعلم طوال حياته في العديد من الرحلات، وكان مساعده في المرسم. قبل عدة أشهر أو أسابيع من مغادرة ليوناردو إلى فرنسا عام 1516، عاد سالاي إلى مسقط رأسه في ميلانو. وفي هذه المناسبة لابد أنه حصل على عدة لوحات من ليوناردو، أعمال غير مكتملة على الأرجح. تظهر لوحة ضمن ممتلكاته يشار إليها
باسم لا جيوكاندا. كوادرو ديكتور لا جيوكاندا، لوحة تسمى جيوكاندا، هكذا تبدو في سجلات ممتلكاته. حتى العمل الفني غير المكتمل للرسام العظيم ليوناردو دافنشي كان ذا قيمة كبيرة جدا لدى سالاي. كان بإمكان سالاي أن يكمل اللوحة بنفسه، وقد كان رساما مدربا على يد ليوناردو، تنسب إليه العديد من اللوحات. كان بإمكانه أيضا بيعها تحت اسم ليوناردو مقابل الكثير من المال، لكن ذلك لم يحدث قط. فقد توفي سالاي في ظروف غامضة بعد بضع سنوات فقط على وفاة ليوناردو، وكانت لوحة ليزا ديل جيوكوندو غير المكتملة إلى جانب لوحة ليوناردو ليدا والبجعة ضمن ممتلكات سالاي، ولكن فقدت كلتاهما. على الأرجح أن اللوحة المعلقة في متحف اللوفر هي رسمة لأم مثالية خيالية أنجزت بتكليف من جوليانو دي ميديتشي. لا بد أن نودع الموناليزا. إنها اللوحة الأكثر شهرة في العالم. لم يفحص أي عمل فني كما فحصت، والآن تكشف الموناليزا عن وجهها الحقيقي. فقد تم العثور على نفس الوجه مراراً وتكراراً تحت كل طبقة من طبقات الطلاء. إنه الوجه ذو النظرة المحبة والابتسامة المواسية، صورة الأم.